مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهجوا ونفرحوا به. يا رب خلصنا، يا رب سهل طريقنا. الله الرب وضع علينا مبارك لنا باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فرأت الحجر مرفوعا عن فم القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: قد حملوا ربي من القبر ولست أعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر واتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء إلى القبر أولا، فتطلع إلى داخل ورأى الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس أيضا يتبعه ودخل القبر، فرأى الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا وموضوعا في ناحيتان. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر، فرأى وآمنا، لأنهما لم يكونا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من بين الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي تطلعت إلى داخل القبر، فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند رأسي والآخر عند رجليه، حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكينا؟ فقالت لهما: إنهما أخذوا ربي ولست أعلم أين وضعوه.
ولما قالت هذا التفتت إلى خلفها فرأت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيدي، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. فقال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له بالعبرانية: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، بل امضي إلى إخوتي وقولي لهم: إني صعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها.